كلال يبحث عن الضربة الأولى، والضربة الأولى فيها جول أول، والضربة الأولى فيها جول أول. الأهلي لم يمهل الصيفية منذ اللحظات الأولى، لعب الجماعية بلمسة أخيرة. أحمد عبد القادر يا فنان، أحمد عبد القادر يا فنان، لعبت الجماعية بالشكل ممتاز، والأهلي يضرب الأولى في أولى الدقائق. والعرضية وفي المساحة وفي جول، في جول ممكن، ولكن ضاعت يا حسين الشحات. الشحات كان في التسلل، والصافرة التونسي تاو، امشي بيرسي تاو، والثاني يضيع، بيرسي تاو والثاني يضيع. كان واحد من نجوم مباراة الذهاب مشاهدي الكرام، سجل هدفين. جماهيرية هذا النادي، الكرة العرضية والتغطية الدفاعية بعد ذلك الكرة. الآن ماذا على ستيفن يفعل؟ على الأقل يقدم مباراة. الوسط يتحكم في فريق الأهلي بامتياز. رجع ويخرج الشناوي بعد ذلك، سيترك مباشرة. والسلام من علي معلول، وانطلاق من الشحات، الشحات بالنسبة للأهلي. بيرسي تاو، كلكم تابعتم ما قدمه. بيرسي تاو، عندك يا بيرسي تاو، التمرير بعد ذلك والتسديد. هل من جابو؟ نعم هو جابو. بينما لدينا كرة، هل فيها تسديدة؟ والتسديد صحيح، لأنه مطالب أنه يسجل 6 أهداف. اليسرى هنا في العمق ممتازة، ولكن الشناوي بغياب قناص، لأن الترجي يهاجم كثيرا، يخلق سقيف على مستوى نظام اللعب. بينما الكرة الأمامية والشناوي بكرام جحنيت العرضية، ولكن فيها موتين. هاني ماذا سيفعل؟ هاني الباس في العمق، الفكرة ذكية ممتازة. واضح تركيز الأهلي على الشامبيونز ليج. بينما الكرة الأمامية، هو المتابعة من سفيان خضيرية. سفيان خضيرية، لو تسألني عن أهم مباراة قام بها في دوري الأبطال سأقول لك ترتيب كأس العالم للأندية، ومن ثم العودة لأجواء الإفريقية، أجواء الشامبيونز ليج. يعني تقريبا لاعبين، خاصة اللاعبين الدوليين، موسم صعب وصعب جدا. تتكلم عن كأس إفريقيا الأمم بالنسبة لبعض الأسماء التي كانت حاضرة مع منتخب الفراعنة. فاق يعتبر نتيجة إيجابية بكل تأكيد. وصول وفاق سطيف الى نصف النهائي يعتبر نتيجة ايجابية. علي معلول ارتكب السامي قولا، العرضية ولا زالت سطيفية، والشناوي حاب الدار، فيها مراوغة، فيها فنيات. التوني حاضر، ترفع هذه الكرة وبالراس. اكثر لاعب استخلص الكرة في لقاء الذهاب، هذه اللقطة الماضية اللي طالب من خلالها وفاق سطيف. هنا كان عنده حل عبد المنعم، عوض التمرير مثل هذه الكرة. اللقاءات القادمة بين المرور والتسديد، ولكن هنا التغطية الدفاع. المرور ممكن يسدد الباس بعد ذلك، ولكن الكنترول جويلي، هذه الإعادة مرة أخرى. الباس والثنائية الرائعة، خذوا هات، 1-2، لعبت سريعة في المحور ممتاز. سلام، هجمة ممكن خطيرة، والتسديد من الجابو، إمكانية التسديد من أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر، لكن في محمد هاني، محمد هاني يقطع الطريق أمام الجهة اليمنى. محاولة المرور من طار محيرية، بينما لدينا الكرة، التسديدة، والدفاع يتدخل. مانياليو وسط ثلاث لاعبين، ممتاز هذا اللاعب، ممتاز جدا هذا اللاعب في وسط الميدان، رائع بكيفية الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية. سلامات يا أليو يا ديانج، سلامات يا أليو يا ديانج. إخراج الكرة، فايدة فريق هنا وفاق سطيف، ولدينا هذه ممكن، هذه ممكن، هذه ممكن. الشحات والعرضية، ولكن المتابعة الوانتو رائعة 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 رائعة. أمل بهذه الطريقة، بينما السليم الرياض بن عياد، بن عياد وإبراهيم، والكرة في العمق، هذه خطيرة، هذه خطيرة. شوط المباراة الأول شوط هادئ، الريتم، تسديدة ممكن، فيها تسديدة ممكن، التسديد والتعادل، جول التعادل في هذه اللحظات الصيفية. 1-1 في هذه الأثناء، 1-1. الوفاق يعدل في الدقيقة الأخيرة، الوفاق بتسديدة قوية لم تترك أي بينية، ولكن أليو ديانج يستند الدفاع، ولا زالت الصيفية والخطورة مرة أخرى. تحسن في أداء وفاق سطيف، وأنا قلت لكم بأن هدفي يمشي بها للأمام بالرأس، ولكن مهاني راح. حسين الشحات والطار، محمد الطار وبيرسي تاو، ساند الدفاع، ولا زالت الصيفية والخطورة مرة أخرى.
أوه، تحسن في أداء وفاق ستيف، وأنا قلت لكم بأن هدف التعادل عنده تأثير إيجابي على ستيف مع دخول يعني أعطي هدية لفريق الأهلي، والكرة تمشي مبدغط الآن فيها كرة الآن والعرضية ولمسة يد فعلا للاستحواذ والضغط والفرص تتوالى، والشناوي حات على مستوى القاري بينما كرة في العمق ممتازة والعرضية خطير، زيتي لازالت ستيفية والعرضية العرضية تدخل لازالت صعبة، والتسديدة الثانية ولكن الشناوي في المتابعة، التسديدة الضعيفة هذه لن تمر على الشناوي، هذه السالة بالنسبة للشناوي يا دغموم، لكن حقيقة أدق في هجمة ستيفية 3-4 و3-4 جول 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 للوفاق، يا سلام على روعة الهدف يا رياض يا بن عياد، بن عياد من انطلق وبن عياد من سدد، هنا افضل في الشوط الثاني، هناك زيتي والشناوي السريعة التي قد تأتي بالثاني الهلاوي في خطأ وفيها انذار، نعم قرار انضباطي في الانتظار من الصادق السلمي، هنا يطبق القانون، برافو الصادق، برافو الصادق، يراقب كل كبيرة.